أطلقت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المرحلة الخامسة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة. أنا سعيدة إن إحنا بنطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، ومعاها كمان حملة الحياة أحلى من غير تدخين. سعيدة جدا بأن احنا قدرنا نوظف أيقونة مصر ونجمها وفرحتها محمد صلاح أنه يساعدنا في هذه الحملة. حقيقة محمد صلاح بالنسبة لنا قيمة كبيرة جدا ومكسب كبير جدا، زي ما محمد السعدي قال ما نقدرش نوفيه حقه بالكلام، وكان توفيق من عند ربنا ان احنا قدرنا نتصل بيه، واصبح عنده ملكية لهذه الحملة. مهم جدا ان الواحد يشتغل في حاجة يشعر ان هو يملكها ويشعر بالانتماء ليها ويشعر انه ها قضية بالنسبة له، والموضوع الحقيقة اصبح فعلا قضية بالنسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح هو اللي طلب وقال يلا نعمل حاجة عشان التدخين، يلا نركز على الأطفال. هو اللي رحب بفكرة الكتاب وفكرة ان احنا نتوجه للأطفال في المدارس. مرحلة جديدة من حملة التعاوى والمخدرات اللي بتنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن يعني بيقودها النجم الدولي الكابتن محمد صلاح. الحقيقة إن هذه الحملة البداية الأساسية ليها هي جزء من الخطة القومية لمكافحة المخدرات اللي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015. احنا لما حتى بنتكلم على بداية الإدمان، هي بتبقى بتبتدي من المدرسة. طفل عنده 10 سنين بيشرب سجاير، بيبقى هي دي بداية التجربة الأولى مع صديقة أو مجموعة أصدقاء، بتصبح المجموعة مترابطة وبيتشاركوا مع بعض في هذه التجربة اللي هي بتقود في الآخر، يعني بتبقى الطريق اللي هي ستبتو فيها بيبقى المخدرات. وخلال المؤتمر تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة، وعرض سلسلة التنويهات الإعلامية الجديدة التي تضمنتها الحملة في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث ضمت المرحلة الجديدة 3 إعلانات مختلفة بمشاركة اللاعب محمد صلاح. احنا النهارده بنطلق المرحله الخامسه من الحمله الاعلانيه اللي نجمها كابتن محمد صلاح. الحقيقه اعلانين عن قضيه ادمان المخدرات واعلان عن التدخين. الحياه احلى من غير تدخين، رساله لكل المدخنين واحنا في شهر رمضان علشان يحاولوا يبتعدوا عن التدخين، لان زي ما كلنا عارفين ضار جدا بالصحه وبيؤثر على الصحه العامه للمدخن ولمن حوله. محمد صلاح يعني حاجه رائعه ووجهه مشرفه، واعتقد ان هو اضاف كتير جدا جدا جدا. انا بحيي طبعا وزاره التضامن وبحيي الوزيره اختيار محمد صلاح نفسه، حتى الاعلانات اللي اتعملت اللي انا اتفرجت عليها النهارده حاجه رائعه ومعموله بشياكه ومعموله بذكاء فله تاثير ايجابي عظيم، انا متاكد يعني. الحقيقه ان انا بعتبر ان اكبر نجاح لاي حمله هي فكره قدرتها على الوصول، فاذا كانت حمله انت اقوى من المخدرات وصلت لهذا التاثير عند الناس، عند الفئه المستهدفه، عند الشباب، عند عدد من المدمنين، عدد من الناس المتعاطين اللي قرروا ان هم يعني ينالوا وينضموا للعلاج من خلال مراكز علاج الادمان على مستوى مصر، اذا كان كل ده حصل بهذه الدرجه من التاثير فاحنا امام حمله ناجحه بكل المقاييس، امام جهد احترافي قلما ان احنا كنا بنشوفه زمان من الحكومه. لكن حاليا انا مبسوط جدا بالشغل اللي بتعمله وزاره التضامن الاجتماعي مع الوزيره غاده والي، مبسوط بصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي والشكل الاحترافي اللي بيظهر بيه. يستهدف الاعلان الاول التوعية بأضرار التدخين، والثاني التوعية بأضرار المخدرات، في حين يستهدف الإعلان الثالث الدمج المجتمعي للمعاقين والنظر إليهم باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين طالما تقدموا توعية للعلاج. أنت أقوى من المخدرات، كم واحد فينا شاف الحملة دي؟ كم واحد اتأثر بجملة النجم محمد صلاح؟ النهاردة محمد صلاح بيقدم مجموعة جديدة من الإعلانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي علشان يقول لكل شاب في مصر غلبته المخدرات في يوم، لأ أنت أقوى من المخدرات. فريد إدوار، سي تي في.